هاي اند ويلكم باك تو ميس انجلش وير هيلب يو سبيك انجلش كونفيدنتلي. اليوم راح نحكي عن مصطلحات كورونيه كورونا فيروس تيرمينولوجي، فخليكم معنا. رجعنا لكم من ام اس اكاديمي، واليوم راح نحكي عن المصطلحات الكورونيه بما انه احنا صرنا شي شهر شهر ونص قاعدين في بيوتنا، فخلينا نتعلم كلمات جديده. كورونا فيروس تيرمينولوجي. بس قبل ما أبلش، إذا مش عامل لايك وشير اعمل لايك وشير، وإذا كنت بتشاهدنا على اليوتيوب ما تنسى تشترك في القناة. بدأ المرض في الصين في شهر ديسمبر لعام 2019، لما الفيروس بلش ينتشر في الصين طلعت منظمة تسمى الـ WHO اختصاراً لـ World Health Organization، منظمة الصحة العالمية، وأعلنت إنه المرض طلع من الصين اسمه COVID-19 اللي هي اختصاراً أيضاً لـ Coronavirus Disease 2019 اللي هو مرض الكورونا لعام 2019. اخذوا اول حروف من كل كلمة دمجوهم مع بعض، هاي الحركة اسمها blending باللغة الانجليزية، وطلع عنا اسم المرض اللي هو COVID-19. بدأ المرض ينتشر في الصين، فلما المرض بلش ينتشر في الصين اعلنت منظمة الصحة العالمية WHO انه المرض هو عبارة عن epidemic يعني وباء. المرض بعد فترة بلش ينتقل وينتشر بصورة كبيرة في كل العالم، فلما انتشر بصورة كبيرة في كل العالم طلعت منظمة الصحة العالمية في يوم 11 مارس واعلنت انه مرض الكورونا هو global pandemic يعني جائحة عالمية. وهون نيجي نفسر الفرق بين جائحة ووباء. حسب موقع مريم ويبستر، a disease can be declared an epidemic when it spreads over a wide area and many individuals are taken ill at the same time. If the spread escalates further, an epidemic can become a pandemic which affects an even wider geographical area and a significant portion of the population becomes ill. شو يعني هذا الكلام؟ يعني انه الوباء بيكون بيصيب عدد كبير من الناس وفي منطقة واسعة، لكن لما يبلش يصيب عدد أكبر من الناس ومنطقة جغرافية أوسع الوباء بصير يسمى جائحة. يعني مرض الكورونا لما كان في الصين ومنتشر بأجزاء قليلة في العالم كان يسمى وباء epidemic، فلما انتقل وصاب يعني معظم أجزاء العالم وصاب نسبة كبيرة من الناس صار اسمه pandemic. زيه زي أي مرض تاني في الدنيا، هذا المرض له symptoms اللي هي أعراض، وأيضا الكلمة بنفع أنك تلفظها symptoms، تلفظ الـ P شوي مشددة أو تلفظها خفيف symptoms. symptoms تبعون هذا المرض هم fever حمى، cough اللي هي سعال، shortness of breath اللي هي ضيق أو صعوبة في التنفس، وآخر واحدة اللي هي tiredness اللي هي الإرهاق. المرض هذا لما يصيب أي شخص، الشخص اللي بيصيب المرض يسمى carrier يعني حامل للمرض. الحامل للمرض بصير شو؟ شخص contagious معناها معدي، وفي ايضا كلمه اخرى بنفس المعنى اللي هي infectious. في اختلاف بسيط في المعنيين في الكلمتين، مش راح اوضحهم او اتطرق لهم في هذا الفيديو. هذا المرض اعراضه ممكن تبين بعد يومين لحد 14 يوم، فهاي ال 14 يوم تسمى incubation period اللي هي فتره الحضانه. فتره الحضانه هي الفتره من حد ما تنصاب بالمرض لحد ما تبين الاعراض، اسم هاي الفترة فترة الحضانة أو incubation period. فإذا أنت لا سمح الله كنت شخص حامل للفيروس أو تعاملت مع شخص حامل للفيروس، فأنت فورا لازم تدخل في isolation اللي هي العزلة، أو في كلمة بتعطينا معنى شبيه اللي هي كلمة quarantine اللي هي الحجر. احنا كيف ممكن نعمل وقاية لهذا الفيروس؟ اول خطوة لازم نعملها انه نغسل ايدينا بانتظام، اما بالماء او الصابون او باستخدام السانيتايزرز اللي هي معقمات اليدين زي الهايجل. كلمة اخرى لكلمة سانيتايزر اللي هي alcohol based hand drops، معقمات اليدين اللي يستخدم فيها او اللي فيها الكحول. تاني خطوة لازم نعملها عشان نقي أنفسنا اللي هي نعمل إشي اسمه social distancing اللي هي التباعد الاجتماعي. كل الدنيا طلعت تحكي إنه أنت عشان تقي حالك من الفيروس لازم تبعد عن كل شخص مسافة لا تقل عن مترين. هاي المسافة اسمها social distancing، وتشمل أيضا إنه ما نسلم ما نحضن وإلى آخره. في خطوة احترازية ثالثة اللي هي إنه إحنا لازم نلبس gloves كفوف اليدين and masks
اللي هي الكمامات. كل هاي الخطوات، الحجر المنزلي، غسل الإيدين، نلبس كمامة، نبعد عن الناس، الهدف منها إنه we have to flatten the curve. شو يعني flatten the curve؟ flatten the curve خلينا نسمي المنحنى أو نشبهه بالتلة. هاي التلة ممكن تكون يا إما تلة مرتفعة ومنحدرة، أو تكون تلة اللي هي أقل انحدارا أكثر استواء، يعني مستوية أكثر. كل ما زادت التلة انحدارا وارتفاعا، هذا بيعني انه في عدد اكبر من الناس في المستشفيات بنفس الوقت، او عدد من المصابين بنفس الوقت. وكل ما قل الانحدار وكان اكثر مستوي، معناه انه في عدد اقل من المصابين بنفس الوقت. شو هذا بيعني؟ ليش هذا مهم؟ ليش احنا ضروري احنا نعمل التلة المنحدرة لتلة شبه مستوية؟ لانه في عندنا شيء اسمه الكاباسيتي، اللي هي الطاقة الاستيعابية. الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، مستشفياتنا ممكن توصل ل 5000 مريض بنفس الوقت. فإذا احنا كان عندنا بنفس الوقت 10000 مصاب، هذا الأمر يعني انه في 5000 مصاب ما بتلقوا رعاية صحية، وهذا الاشي راح يؤدي لنسبة وفيات اكبر. فإحنا كل الإجراءات الوقائية هاي اللي انعملت كان هدفها انه احنا هذا المنحنى نخليه اكثر استواء، ما يكون عندنا عدد كبير من الإصابات بنفس الوقت. فرسالتنا لكم من MS Academy، إلزموا بيوتكم وديروا بالكم على حالكم، وما تستهينوا أبدا بالمرض. Stay home, stay safe. See you soon.